ديل بيسموا نفسهم القرآنيين باعتبار انهم بياخذوا الدين الاسلامي من القرآن فقط. يعني عندهم الحلال في القرآن والحرام هو الموجود في القرآن، ما في زيادة على ذلك، ما بياخذوا بالسنة. وهذه الطائفة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يتكئ رجل شبعان على أريكته. شبعان ذاته في الحديث قاعدة، عشان تعرف انه ده بيتريق على الدين وهو ده المفتري. قال على أريكته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال بس عليكم بشنو؟ بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لأن القرآن والسنة في الأحكام سواء، ما في اختلاف بين القرآن والسنة ولا في الدرجة من حيث الأحكام. أما من حيث الكلام فالقرآن هو أعلى الكلام وهو أحسن الكلام، والسنة دونه من حيث الكلام، هذا كلام الله تعالى، والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من عند الله. لكن من حيث الأحكام الحكم الوارد في القرآن والحكم الوارد في السنة سواء الاثنين. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وبالتالي نحن لما نجي نرجع للأحكام الشرعية بتاعتنا ذاتها بنلقى إنه في أحكام ثبتت بالسنة مع إنه في القرآن هي حلال أو هي حرام في القرآن، لكن السنة أحلتها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآية. طيب فيها حرام الميتة وفيها حرام الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. خد بالك في القرآن شنو؟ حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. في القرآن الميتة الدم حرام، وكذلك الميتة حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان. من جملة الميتة في ميتتين حلال، وأحل لنا دمان من جملة الدماء في دمين حلال. قال: أما الميتتان فالسمك والجراد. الجراد لو ميت بتاكله، والسمك لو ميت بتاكله. اثنين، قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد معروف والطحال برضو معروف، لكن بالكسرة ما بالفتحة ولا بالضمة. الطحال ديل الاثنين بجوز، مع انها في القرآن شنو؟ حرام في القرآن. شكد يا اخواننا في احكام ثبتت في السنة وما ثبتت شنو؟ او جاء في القرآن التعميم وجاء في السنة التخصيص، لذلك السنة مخصصة للقرآن ومقيدة لما أطلق من القرآن ومفصلة لما أجمل في القرآن. وبالتالي من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. ليه؟ لأن ربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ما أخذ بالسنة ابقى، أخذ بالآية دي ولا ما أخذ بها؟ ابقى ما أخذ بالآية دي، ابقى الآية دي ما أخذ بها. والغريب الجماعة اللي بينكروا السنة عندهم شبهات متناقضة، شبهات ذاتها متناقضة. يقول لك السنة ما بناخذ بها لأنه في عهد بني أمية وفي عهد منو ما عارف السنة دي تغيرت، وفي حديث دخلوه ساي وفي حديث مرقوه. أها، ويقول لك النبي ذاته قال ما تكتبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تكتبوه. قال وين؟ يقول لك الحديث: من كتب عني غير القرآن فليمحو. الشيخ الألباني قال لهم الحديث ده ذاته، لقيتوا وين انتوا؟ ده من كتب عني غير القرآن فليمحو، ده مكتوب ولا مكتوب؟ قالوا مكتوب. قال لهم إذا خلاص معناه مكتوبة، سنة كتبت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن ما كتبت في أول الإسلام لكي لا يختلط القرآن بالسنة. أما بعد ذلك سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوها كما كتب عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبو هريرة قال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما كان بيكتب، بيحفظ بس. أما عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام أذن له يكتب. عشان كده الطاعنين أو الطاعنون في السنة هم متناقضين ذاتهم. كويس؟ إذا كان يا إخواننا الآثار بتاعت الفلاسفة الجماعة اللي بيقروا الكليات بتاعت الفلسفة دي كليات بتاعت قلة أدب غالبة فيها سفه شديد، إلا ما فيها يعني من جوانب الخير البسيطة، لكن غالبة فيها شفت قلة الفلسفة دي بالذات بيقروا كلام بتاع فلاسفة ويجي يشككوا في حديث الرسول، يقول لك الحديث احتمال غيره، احتمال النبي ما قال، وطيب احتمال الرسط ما قال برضو، الرسط طاليس بتاعك ده احتمال ما قال، آدم سميث احتمال ما قال، سقراط احتمال ما قال الكلام ده. انت قال سقراط ده بتن، سقراط ده قبال عيسى بن مريم بمية سنة. انت قال سقراط ده قال ود عمك، قالوا قاعد الايام دي في البلد دي هنا، ده قديم اقدم مش من النبي صلى الله عليه وسلم، اقدم من عيسى بن مريم بمية سنة من حيث التاريخ يعني. ده لقيت وين كتبوا منه الرواية عن سقراط جاتكم كيف؟ اجابها منه؟ ومن الراوي عن سقراط؟ وحدثنا منو عن منو عن منو شان وصل لعاد عيسى بن مريم، وعن منو عن منو عن منو شان يصل لعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن منو عن منو عن منو شان يصل لبنو أمية. ده شان يصل بنو أمية بينه وبين بنو أمية زمن طويل. انت تيجي تقول لي مين بنو أمية اللي هسه حرفوه وبدلوه وغيروه؟ ده كله لعب، دار يلعب بالدين وما في مجال تلعب بالدين. دار تيجي تناقش تعال ناقش. وده انهم سابلين ما عندهم موضوعهم.